دريم تيم الجوله 33. انا هلعب على المضمون لان احنا بنصور بدري قبل ما نشوف ماتشات دوري الابطال والدوري الاوروبي والمؤتمر، فهلعب على المضمون. مش هقول لك بقى استنى ليستر يحصل له ايه او الفرقه الفلانيه يحصل لها، انا هلعب على المضمون من دلوقتي. فحراسه المرمى كاسبر شمايكل هيبقى عنده دبل جيم ويك موجود، وبعد كده دولات تانية جايه كتيره، هو الاختيار الاول في حراسه المرمى. في خط الدفاع الخيار الاول هو مات تارجت من نيوكاسل، قررت افضل له المره دي على حساب منافسينه في نيوكاسل، لان هو الفرق اللي هو هيلعبها يبقى عندها مشكله اوقات في الاطراف، ولا دي يلعب عرضيات ونشوف كريس وود بيسجل منها. فمع كل حبي لفابيان شار اللي حطه خيار اول في دفاع نيوكاسل، انا الجوله دي اختار مات تارجت. والتاني معاه هو جواو كانسيلو من مانشستر سيتي هيلعب برايتون. الخيار التالت كان محير الصراحه، بين وايت جه في بالي ساعات تلس ساعات اقل، ولكن في النهايه قررت استقر على واحد تالت خالص هو ترينت الكسندر ارنولد. اصاب مانشستر يونايتد مع المشاكل الموجوده كتيره في مانشستر يونايتد، وارد نشوفه بيصنع جون على الاقل. في نص الملعب هنلعب بخمس لعيبه. الاول هو سون هيونج مين، بيلاعب في ارض برايتون، هم في فورمه مرعبه جدا وعندهم منافسه على دوري ابطال اوروبا، فالوضع مستمر بشكل كويس في توتنهام، وان شاء الله يكون سون واحد من اللعيبه اللي هتسجل الجوله اللي جايه. اللاعب الثاني هو برونو فرنانديز قصاد نورويتش هوم ثم ليفربول، مباراه ممكن نشوف مانشستر يعني بينتفض من اجل الصراع التاريخي مع ليفربول، وان كان دي نسبتها في رايي قليله، ويظهر الاختيار الاول دايما عند مباراه نورويتش اللي يقدروا يسجلوا فيها نقط. الاختيار الثالث هو بوكايو ساكا من ارسنال، عنده دبل قصاد ساوثامبتون وتشيلسي، والسقوط في واحد من الماتشين دول قد يعني ان هم ما يكونوش موجودين في دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه، وكل اللي كان بيحصل اول الموسم هتبقى نتيجته ما حصلتش، فبالتالي الفريق كله هينزل بيحاول يأدي افضل ما عنده في الماتشين دول. وهحط معاهم ثنائي ليستر سيتي، ماديسون وهيرفي بارنز، الاثنين عندهم دبل، فانا قررت اثق في الاثنين دول، ونتمنى يكون نتائج دوري المؤتمر في صالحنا ونشوف الاثنين بيلعبوا في الدبلين، فانا اختار جيمس ماديسون مع هيرفي بارنز من ليستر سيتي. وفي الهجوم الثنائي الاول هاري كين، افضل صانع العاب في الدوري الفتره دي، الراجل قرر ان هو يسيب قصه الهجوم دي ويسقط ويلعب سرهات ويشوف سوم بطرف عينه فيلعب له الكوره وحاجات غريبه كده، فبالنسبه لي كين هو الخيار الاول في خط الهجوم. والثاني هو كريس وود لاعب نيوكاسل الانفورم وعنده ماتشين هوم في ملعبه دبل جيم ويك، لكن هو الخيار الاخير بتاعنا في خط الهجوم. طيب الكابتنه دايما شيء محير ودايما بتفرق في جولتك، والجوله الجايه جوله يعني تريكي شويه قصه الكابتنه دي. عندك دي بروين بيلعب ماتش هوم قصاد برايتون، كين وسون بيلعبوا ماتش هوم قصاد برايتون برده، ماديسون عنده دبل، صلاح بيلعب يونايتد، وبرونو ورونالدو عندهم دبل، واحد نورويتش والتاني ليفربول، ساكا نفسه عنده دبل، فالاوبشنز حاسس انها كتيره، بس انت مش عارف مفيش حد فيهم انت مالك الموضوع. لو رحت للسنجل طب ما هو في حد عنده دبل، اروح للدبل طب ما انا مش واثق قوي. انا بالنسبه لي هقول لك ثلاث خيارات، واحد اللي هو الخيار المختلف شويه. بالترتيب بالنسبه لي جيمس ماديسون هو الخيار الاولاني، بيلاعب كريستال بالاس وايفرتون هو الخيار الاول بالنسبه لي، والخيار الثاني هو كين او سون في ملعبهم قصاد برايتون، الخيار الثالث هو صلاح قصاد مانشستر يونايتد، بدا يجيب فورمته ثاني فبدا بالعجله تدور، مانشستر يونايتد عنده مشاكل، ماتش مهم جدا في صراع الدوري بعد التعادل مع السيتي، فصلاح ممكن يكون الاوبشن ده. والاوبشن المختلف شويه او البعيد عن الناس بالنسبه لي هيكون برونو فرنانديز، وبيلاعب نورويتش هوم ثم ليفربول.